في عربية فان لسه خارجة من جراج العمارة اللي جنب السفارة. ده أكيد عمر. ارفعوا عنه المراقبة دلوقتي. أكيد هيبقى تحت عينيهم 24 ساعة في اليوم. أنا مش عايز أي مخاطرة خالص دلوقتي. حاضر يا فندم. اتفضل. بالنسبة للأخت العزيزة الحاجة فريال اللي هي بتسأل هل طاعة الزوج في الإسلام طاعة يعني مطلقة؟ ولا لها قيود ومحددة؟ فأنا بقول لها يا حاجة فريال، صحيح أن حق الزوج على زوجته عظيم، وربنا سبحانه وتعالى جعل له القوامة عليها، ده حقيقي. وبالرغم من ذلك فإن طاعة الزوج مقيدة ولها حدود وليست مطلقة. مقيدة بإيه بقى؟ إذا كان هناك ضرر واقع عليها، سواء كان هذا الضرر يعني ضرر نفسي أو ضرر جسدي، يعني ما يصحش إن الزوج يعني مثلا يطلب من زوجته طلب معين تكون هي ما هياش مهيئة أن تلبي له هذه الرغبة، أو أن يحملها ما لا طاقة لها به. في هذه الحالة يجوز للزوجة ألا تطيع زوجها. على الجانب الآخر بقى، في حاجات يمكن للزوجة أنها يعني تفعلها وهي حاجات حلال، وفي نفس الوقت من حق الزوج أن يعترض عليها. يعني مثلا ما يصحش أن الزوجة تكتر الثوم في العدس وتشرب طبق شوربة عدس كبير وتاكل معاه بصلتين ثلاثة خضر وهي عارفة أن جوزها ناوي على ملاطفة أو جماع، لأن ده بيمنعه من الاستمتاع بزوجته. وعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف وأن يكون حنوناً ليناً. فالأصل في العلاقة الزوجية المودة والرحمة، يعني من الآخر كده محدش يمسك للتاني على الوحدة. مولانا، السؤال للحاج عفاف، اتفضلي. طيب وإن كان الزوج من شاربي الخمر أو بيتعاطى المخدرات، إيه حكم الطاعة هنا يا مولانا؟ لا دي بقى محتاجين لها إفتة من الأريزونا. إيه عالمي، أنا قومتك من على الأكل؟ لا يا حبيبي، ده أنا بنقنق. ألف هنا وشفا على قلبك. طب تحب أكلمك وقت تاني ولا إيه؟ إيه؟ أصل أنا بكلم فريد على تليفون البيت وعلى الموبايل ما بتردش. فالحقيقة أنا قلقان. عالم يا سيدي، أنا بنفسي هروح أزورها وأطمنك عليها. إيه تاني؟ طب يا ريت لو جات لك فرصه يعني تفتح معاها حكايه دروس الدين اللي طلع لنا فيها اليومين دول. برضه سيب لي الموضوع ده، في اوامر تانيه حبيبي عالمي. طيب يا حبيبي، يلا مع السلامه، خلي بالك على نفسك. ها عمر، ازيك؟ كنت فين وعامل ايه؟ خديجة، واحدة واحدة عليا بس، أنا كويس اطمني. مالك يا عمر؟ لا مفيش، بس عندي وجع في اسناني مخلي مودي مش حلو. شوف سليم وديل. حاسب على المشاريب. يا رجل هذا عنده حظ مثل حظ أناسيس. خلص، إجا اللي يقدر عليه. أهلاً بصلاح. ازيك يا حاج سهيل؟ حبيبي. يلا نلعب واحدة ثانية؟ استنى نسلم على أخ عمر. ازيك يا أبو رياض؟ حبيبي يا عمر. بقى يا راجل، غرستني قاعد تلعب طاولة هنا وأنت ولا على بالك. انا هطلع انا امك وما حلمت. انا هخلص بس الدور ده مع عم رياض في السريع كده واكون تحت امرك. يلا يلا. ايه شو شايفني غبي العب معك مره تانية؟ شوف هالحظ اللي له. ايه يا عم انت هنحمرق ولا ايه؟ يلا عم سهيل. ولا عم سهيل ولا عم رياض، معلش بس عشان عايز الاخ ده في موضوع كده بيني وبينك. في ايه يا عم؟ في ايه؟ ماما حريم غسيل جردني كده ليه يا عم؟ ايه
فاهمني بقى في ايه؟ في انك ندل ووسخ وواطي وقاموس شتايم بحاله ما يكفيش في وصفك يا سالم. ايه كل ده؟ بتبيعني لدان يا سالم؟ هو مش بيع على قد ما لا بيع يا سالم. في صاحبي بيع صاحبه. لما يكون عايز مصلحته. ما قلتليش على الفولة ليه من الاول؟ مش جايز كنا لعبناها سوا. مش فيه ولا عمرك هتفهم. عشان رخيص ومرخصته معاك. انا مرخصك؟ طب ده انا فاتح لك باب رزق عمرك في حياتك ما كنت تحلم تدق على بابه. يا اغبى خلق الله. باب مفتاح الرزق ده كان معايا. سلمته للداني. انا سلمته لداني؟ داني صورني وانا في السفاره. بيهددني يا اما اشتغل معاه يا اما يبعت شريط المخابرات المصريه. كده بقى مفتاح باب الرزق بقى مع مين يا اغبى خلق الله؟ طب انت كده كده كنت هتشتغل معاه. لا. اشتغل معاه بمزاجي حاجه، واشتغل معاه وانا متهدد حاجه تانيه خالص. مش فارقه كتير. مش بقول لك حمار. لو شغال معاه بمزاجي المعلومه هتبقى بمية. انما لو متهدد هتبقى يا بجنيه ببلاش. مش كنا لعبنا العشرتين دول سوا وشقطناهم لبعض؟ انا بصراحه خفت اجيب عليك دغري. تقفش عليا وتبلغ عني. ابلغ مين؟ السفاره المصريه بقى ولا الظابط اللي انت شغال معاه ده؟ ابلغ ناس مش حاسه بينا ولا بوجع الفقر اللي بناخر في عضمنا ولا بعمرنا اللي بيعدي عشان بس ننام وناكل؟ ولا انت بقى اللي طمعت في اللعبه كنت عايز تكوش عليها لوحدك؟ تخيل ان انت اذكى واحد وانت اخشم خلق الله. طب والله لو اعرف انك زيي كنت لعبت معاك من الاول. بس ملحوقه. ملحوقه؟ ايه يا عم في ايه اللي اتكسر يصلح؟ انا اللي كسرت يا سالم. طب رايح فين؟ احنا لسه ما خلصناش كلام. بقول لك ايه؟ ابعد عني انا مش شايف قدامي، عايز اتمشى لوحدي. خلاص انا هاجي معاك عشان نفكر سوا. خش يا سالم العب 10 طاوله على فلوس. ما ده سقفك. اروح فين؟ انت مش شايف عامل ازاي؟ ده عامل زي الطور الهايج، ده قليل لما ضربني. عشان هيك قلت روحوا له مش راح له. صح يا كبير، اكبر صح. لا مؤاخذه والله.